طيحني في واحد بياج زعما بحال هاك ترجع لي بلي انا قلت لك تما بطوله الاخر تما هذوما اللي جوار حمام نو اون دو يعني انت مع هذا الطرح انت مع جلب لاعبين كبار في السن. اسلام سليماني ان تري غران جوار اللي عنده ليكسبيريونس وينجم يجيب البلوس للشباب بالوزدان بود يعني انت مع غران جوار وما لعبش زهر وي كان يلعب في بوردو ولا في سوشو وي كان يلعب في سوشو ما لعبش زهر عنده لي كاليتي اكستراوردينار غران جوار زيد اون دي ديلور واش اون دي ديلور تاني سي ان تري بون جوار فاشله في كل الانديه التي لعب فيها مؤخرا معليش ماني نقول لك البطوله فاشله في الجزائر يا صاحبي نجم يلعب اليس في الجزائر وكان تدي محمد قاسم سعيد يلعب اليس يعني انت مع هذا الطرح باش نقولها مع معليش كريم انت مع هذا الطرح اسمح لي قلتها لا كريم حبي يقول لك انت محامي كريم خليني نوصل نحن راح نرجع لك راح نرجع لك ديروا بلي كريم راه يضرب الانجليزيه ولا يضرب نتاعو سامع بي بي جي نفهم بيه قلت تما انا نقول لك كريم ديروا بلي واحد ضرب بالانجليزي تفضل محامي غازي تفضل انا مترجم تاع كريم غازي حاب يقول لك باللي البطوله تاعنا ولات بطوله تاع 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 روتريت تاع لي روتريتي اللي يحب يدير يدير لا روتريت تاعو يجي لا لا تما ما حبيتش نقول باللي هادو لي جوار شغل خلاص انتهى وما يعرفوش يلعبوا نو ماشي هادو دي جوار صح شوفروني اللي كبروا في السن يقول لك ينجم يلعب في الاوروب ما ينجمش يلعب في الاوروب يا اخو في اوروبا ما لقاش راحته ما ينجمش يلعب يجي البطوله الجزائريه باسكو انا قلت لك بطوله انا في كلامي ما نعاودش نولي لها بطوله تاع الجزائر تاع الجزائريه راهي ما كاش مستوى ما كاش نيفو كاين نيفو اكتو حبين سخسيك 90 دقيقه ولا 120 دقيقه توش كورنان توش كورنان كورنان توش توش كورنان ما كاش ميم با 5 توش دو بال 5 باس شابين هكذا اون اكسيون الله الله تخرج من لال دغوش ولا من لال دروات تكملها بسونتر ان بو بيت شباب يخلص الماتش غير 1-0 ولا ماتش ولا 0-0 واش كنتو كريم انت يعني مع هذه النظريه يعني جلب لاعبين دوليين عندهم اسماء عندهم اسماء كبيره ولو متقدمين في السن عادي ما فيش مشكل بيانسور عادي بيانسور اوكي تلعبهم بعد بليكسبيريونس ينجم يسقم لك الفيستياب يونتوري لي جون يونكار وعلى حبين سقسيك من بول حين رجال سي ار بي بول حجاسية كي لعب تيتولا ماذا قدم الفريق؟ هذا السؤال لي ما قدم والو راني معاك نعم بصح لعب تيتولا بصح كان تحوس كان تحوس تعرف واش كاين لي كولي زعما في لي زونطريمون يحكم لي جون اللي كانوا يديروا اللي كانوا يونطرينيو معاه كان يعطي لهم ليكسبيريونس كان يخدمهم بالك يهضر في الفيستيار بالك يجيب هذيك لاتوش بصح مردود ما جاش مردود الحق تعرف به باسكو غارديان بيت كريم دوكا راهو يهضر بالتجربه لو كان نحطو كريم تاع دوك المخ تاع دوكا ونردوه 20 سنه للور ربما راح يصلح بزاف اشياء اللي ما كانش حاب يديرها هذاك الوقت لانه افيك لو ريكول يتبدلوا لك كاع كل شيء تبدا تشوف كلا ولكن اليوم هاد اللاعبين هادو ما سلاح ذو حدين محمد لما نقول سلاح ذو حدين للاعبين والانديه تاعهم خاطر كاين الشعبويه وكاين شيء اخر اليوم نقول إسلام سليماني ربما أقل من دولور وبودبوز سليماني خرج من عين بنيان لعب في الشباب بنوزداد يعرف الأجواء تاع الدوري الجزائري ولكن حذاري الجمهور تاعنا ما يسمحش سليماني راح يتأقلم بسرعة على بودبوز ودولور اللي هما اللي ما يعرفوش أبدا الدوري الجزائري هنا ربما راح يتلقاو صعوبات في هذا الدوري هدايا تصور انت يا لما تمشي خارج يعني الانديه الكبيره والملاعب شويه ضيقين وين كانت تضييق تاع الجماهير هذو كاع ما يعرفوش عكس اسلام سليماني اللي يعرف هذه الاشياء هذوما هنا ربما اللي راح يتلقاو صعوبات اذا تلقاو صعوبات نقول لك باللي راح هنا وين يولي السلع ذو حدين ربما الدور على اللاعبين والدور حتى على المسيرين اللي جابوهم. نعم لكنك الان امسكت العصا من الوسط لم افهم موقفك قاس سعيد هل انت مع جلب هؤلاء اللاعبين ام لا؟ لا لا بالطبع لما يكون يعني تجاوز 36 سنه و 35 سنه لا خلينا ما تعطيش شوف قاسي سعيد محمد غازي قال لك 35 سنه كنت انا افضل لاعب في مولوديه الجزائر كمل المشوار ديالو شوف نعطيك حاجه برك لولا ما مشاش قول عليه تاع لولا باريس سان جيرمان تاع
اللي كان في برشلونة دامبيلي. لو كان مشاش دامبيلي لبرشلونة يميل لامال ما نشوفوش ما نشوفوش كفاهم. واش حبيت نقول لك اللي ممكن تجيب لي اوندي دولور ولا رياض بودبوز ولا اسلام سليمان ربما راح ولد شاب انجان حتى غلق لاعبين. ميدو ربما أكثر متابعة منا للدوري الجزائري يمكن أن يفصل لنا في هذه النقطة. يمكنك أن تستفيد ميدو في الحديث ولماذا جلبت مولودية الجزائر أوندي دولور رغم أنه كان فيه كثير من الأسماء المرشحة. ماذا سيقدم بودبوز لنادي مثل شبيبة القبائل وهل سينجح إسلام سليماني في تسجيل الكثير من الأهداف مع شباب الوزداد؟ بدأوا باللاعبين لهيمين بدأ قاسي سعيد. أولاً أوندي دولور كان مطلب شخصي للمدرب باتريس بومال في مولودية الجزائر وأصر على قدوم أوندي دولور. ومن هذا المنبر حبيت نقول شيء واحد فقط اللي كذبوا صفقة دولور في اليوم الأول أعتقد بأنه دولور أمضى في مولودية الجزائر معاش باش نغلقوا القوس فقط. هذا الشيء الأول. شيء ثاني أوندي دولور افيك توت ليكسبيريونس اللي دارها وبالقوة البدنية اللي عنده بطريقة لعبه اللي تختلف ربما على العديد من المهاجمين اللي موجودين في البطولة الوطنية. أولا دولور لما جا المولودية جاء من أجل البطولة الوطنية والمنافسة الإفريقية وبوكو بلوس المنافسة الإفريقية بالنسبة لنادي مولودية الجزائر. جاء اللاعب قدومه بنسبة كبيرة كان من أجل المنافسة الإفريقية ولو أنه وقع 3 سنوات ويلعب البطولة وغيره. حبيت نروح لكم شيء واحد فقط. الموسم الماضي لما وقع بليلي في مولودية الجزائر سيوف سلت وقيلت بأن لماد علاش بليلي وش جاي دير بليلي خلاص بليلي خلاص. بليلي اللي تي الميور جوغ تاع الشامبيونا ستاتيستيكمون بارلون ولا ميدياتيكمون ولا مد واحد لومبلور للشامبيونا بليلي العام اللي فات اللي ما قدر يمدها حتى لاعب في البطوله الوطنيه مد بعد اخر البطوله الوطنيه كيقولك دار مشاكل. انا ما نحوش على المشاكل ولا على لافي بريفي دو جوار. انا نحوش على المستطيل الاخضر كما يقول واحد الانسان لو ريكتونغل فار و90 دقيقه واش كان يمد بليلي. بليلي كان بارمي من اهم العوامل اللي خلات انه تكون ان بتيت ميدياتيزاسيون باسكو المشكل في البطوله الوطنيه ديالنا ني با ميدياتيزي. اليوم لما جاوا هاد اللاعبين كيفاش راح نسوقوا البطوله بهاد اللاعبين؟ هذا هو المبدا الاساسي. اسكو حنا اليوم نقدروا نسوقوا البطوله قبل ما نتحدثوا على الجانب الفني والبدني والنتائج والاهداف وغيره؟ هل هنالك تسويق سليم للبطوله الوطنيه بهؤلاء الاسماء؟ لانه لما امضى اوندي دولور في مولودية الجزائر ليكيب تحدثت بين سبور فرونسي تحدثت يعني بوكو دو ميديا لور تحدثوا على توقيعه. هذا موضوع اخر لا في النادي هذا موضوع اخر ركز لي على الموضوع مع كره قدم. نعم تحدثوا كره قدم معش. انا اعتقد بانه جاء من اجل تسجيل الاهداف من اجل مساعده مولودية الجزائر على تقديم الافضل وبهذا المستوى وبهذا اللاعبين تاع هذا المستوى اللاعبين اللي كنت تقولوا بطوله ضعيفه وما فيش ما فيهاش لاعبين. هذا واحد. لكن لما يجيو هؤلاء لاعبين تقولوا علاش جاوا هاد اللاعبين؟ اسمحنا ما دابينا دوك شامبيون نكملوا نونفونسيو ونهبطوها لتحت ما نتيريوهاش للفوق. الا كتقولوا ما كاش لاعبين ذو مستوى جيد في البطوله الوطنيه لكن مبالغ فلكيه مقابل لاعبين مبالغ فلكيه خاف ربي في ليبيا في نهايه مسيرته 20,000 اورو في شهر في دي كلوب نورمال في ليبيا يعني مبالغ ليست فلكيه. واش مبلغ فلكي؟ ليست مبالغ فلكيه مبالغ عاديه مبلغ فلكي في البطوله الوطنيه. روح قيسوا شوفوا روحوا حكموا الانديه التونسيه والانديه المغربيه والانديه المصريه كيف التسويق اون دي دولار شحال معليش فقط شحال صالار ما انا صالار انا نتحدث على كره قدم شي با كونطابل انا 4 مليون يورو لا قيمه التسويقيه باش يفهمونا ماشي قيمه قيمه الراتب اللاعب لا ليس الراتب شيء والقيمه التسويقيه طبعاً شيء طبعاً. لكن انا اغلى لاعب قيمه تسويقيه في الجزائر البطوله الوطنيه هو اوندي دولور. راهي صح هذه مليحه ولا ماشي مليحه شيء جميل صح معليش. اول نقطه. ثاني نقطه لما نتحدثوا على الاموال اللي يتقاضوها اللاعبين نروحوا نشوفوا شحال يديو اللاعبين في الترجي وفي الاهلي وفي الوداد وفي الرجاء. حنا حبينا نديو لي كلوب يديو كوب دافريك ورانا نقول دان كوتي حنا ليك باش تشوف الالجيريا كيفاش كاين ان بارادوكس يعني كاين تناقض. حب يدي كوب دافريك وحب يجيب لاعبين يديو 60 مليون يدي بهم كوب دافريك وكيفاه لما تحب تجيب لاعبين تدي تساعد بهم الانديه ديالك لازم تدفع اموال كبيره. اليوم الانديه لا تدي القاب كبيره راه تدفع اموال كبيره. لا روح لا 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 انا لا اساندك ابدا في هذا الطرح لانه شبيبه القبائل فيما مضى فازت بكؤوس افريقيا دون ان تدفع مبالغ فيما مضى فلكيه وفاق سطيف فاز بكؤوس افريقيا دون ان يدفع مبالغ فلكيه فيما مضى واتحاد العاصمه ايضا فعل لا لا نفس الشيء فيما مضى. لا اعتقد بانه بن شابر سيرافيك فيما مضى فيما مضى هذا فيما مضى اسمح تفضل
ميدو تكلم على الاهلي والطرجي والوداد ما يشبه الاهلي والوداد والطرجي ماشي اموال الدوله اموال تاع الاهلي والطرجي ديالهم هذا هو المشكل اللي عندنا وكيف معليش نروحوا نحيو شركه لهاد لي كلوب ونروحوا نديو 5 لي تشامبيونز ليغ في 10 سنين اجدي في كيكون دير احتراف انا ما فهمتكمش كيفاش راكم حابين تسيروا كره القدم في هاد البلاد دقيقه امين قلت كلمه واحده فقط انا ما فهمتش كره القدم كيفاش راهي حابين نسيروها في هاد البلاد دان كوتي رانا ناكلو ونقولوا رانا نديو اموال الدوله دو لوتر كوتي لي كلوب ديالنا ضعاف دو لوتر كوتي ما لازمش نجيبوا لي جوار افيك دي سالير عاليين دو لوتر كوتي الجانب الرابع جوار تاع الجزائر ناقصين دوكا كيفاش انا ديروا برك عمليه سيو ربطوا لي هاد الاربعه هاد الاربعه باش نديو ان كلوب الجزائري اغيفرا ديكروشي اون ليغ دي شامبيون انا فهمتش انا ما جوبونس ما شاء الله شوف ميدو اولا البطوله الوطنيه هذه اللي يتصرفوا عليها الملايير قبل بودبوز وسليماني وأوندي ديلور يتصرفوا ملايير انت تبع البطوله الوطنيه ميدو اعطيني ابي بري استيماسيون شحال يتصرفوا من مليار في العام في البطوله الوطنيه ابي بري برك فوتو شيفر ريال فوتو واحد 200 200 مليار وشنو 200 قال 2000 مليار 2000 مليار 2000 مليار حوالي 2000 في العام في العام كاين انديه ميزانيتها اكثر من 100 مليار ميدو وكاين انديه ما عندهاش قرعه ما شحال خليني نكمل خليني نقولوا 1000 مليار بطوله تدفع فيها 1000 مليار في الموسم الواحد تعجز باش تعطيك مدافع يصلح يلعب في المنتخب الوطني ولا مهاجم عندنا ازمه تاع مدافعين وازمه تاع مهاجمين ما قدرتش تعطينا مدافع خليني نكمل انا نقول لك هاد الاموال يا ميدو اللي راهي تصرف لو كان